كل الروتيشن طلع منين؟ من الهيلو. مين اللي بيقابله؟ المفروض لا الريسيفر محطوط له بولجد، يعني المفروض ده اللي هيحصل، هيشتت الاشعه اللي هتجيله من الهيلو، فهيستقبل ايه؟ درجه حراره الجو مش هتتغير. تعالوا نثبت الكلام ده. لو حد جه حط ايده في النص ما بين الجهاز ده وده هيحس ان هنا فعلا في درجه حراره ايه وصلت لكام؟ 117. خلينا نشوف دلوقتي. هو كده مش هيتحرق؟ لا لا ما تقلقش. جرب كده ولا خد ده. 75 حد متخيل درجة الحرارة هنا المفروض تكون كام؟ لو جه 118 المفروض ده يبقى درجة الحرارة كام؟ على المسافة الصغيرة دي. يعني لو حطيت ايدك هنا المفروض مثلا تحس بتاع 70 80 90 درجة صح؟ هنشوف دلوقتي هيحس بإيه. في حاجة بتنسى اه هو ده هو ده اوعى اهو درجة حرارة الهيتر 120 لحد الآن. في تغير هنا؟ شوف التغير هيحصل قد ايه. وحد كده يجرب بس يحط ايده هنا في النص. شوف بس هتحس الحرارة اللي جالك تحت ايه واللي وصل للسطح ايه؟ لا مش على السطح خالص في النص. ها حاسس درجة حرارة عالية صح؟ تمام. هو قايس دلوقتي كام؟ بس هنلعب دلوقتي 16 ونص. ها اللي اكتسبه يكاد يكون ما اكتسبش درجه حراره. مش كده كده دي تي امبيانت؟ لا دي درجه الحراره اللي الجهاز دلوقتي قايسها مش ده. هندسه هو ده اللي قايس دلوقتي ولا ده؟ ده على الوضع الجديد. تي 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 نشيل ده بس نشيل الكب ده عشان ما يحصلش لخبطه. بس هو طالما احنا موصلين ده اللي بتقرا دي اللي هو بتاع الجهاز اللي احنا موصلين دلوقتي. خلاص كده يا شباب بس ده مين ضعف خلاص انا بصرف. خلاص كده يا شباب يكاد يكون اكتسب نص درجة تقريبا. مفيش اي تأثير للراديشن اللي خارج من البلاك بادي عليه. تمام؟ طيب تمام. المفروض هو ده اللي بيقيس يعني السطح على السطح ومعزول بسلك رابع يعني هو بيظهر الحرارة. تعرف الشباب الحرارة برضه على 75 مللي بس نوصل الكابل بتاعه. دلوقتي مين بيدي لمين؟ بلاك بادي بيدي لمين؟ البلاك بادي، يعني المفروض يكتسب الحرة دي. بص اللي هيحصل من بولا عادي كده. بص هنزيل ايه بلس دي مش الكراسة يا جدعان. لا دي درجة حرارة الجهاز اللي محطوط دلوقتي ما بيتش الامبيانت بتاع التجربة اللي فاتت. ايه اللي وقف خبطي كده دلوقتي؟ بس هتزيد لسه عمال يفتح لسه الحراره. اصبر على شويه حد ما توقع. انا قلت لك يعني حدود 50 60 70 لا لما الباشمهندس حط ايده حس بيه. لكن لما كنت حاطط دولج مش قادر اشوف حاجه لانه عمال ايه يشتت الاشعه اللي كنت ساقط عليه. انا قلت له حط له شويه نفس الحراره لا هتبقى اشد شويه لان دلوقتي بقى في قصاد منه بلاد بادي الناحيه الثانيه. هو المسافه اللي بينهم قد ايه؟ 75 مللي 7 سم ونص. ايه؟ المسافه دي 217 ايه؟ في النص ما بينهم. لسه بيسجل. اصبر على شويه الحال ده ما تستفدش. المفروض يوصل ل 47 مللي تحت. 148 الباور كام؟
الباور هو اي هو المطلوب بس يا شباب في التجربه دي تعرف الفرق ما بين البلاك بودي واي جسم بيشتت جزء من الحراره او بيشتت اكبر كميه من الحراره. انت تعرف ان البلاك بودي زي ما هو بيشع زي ما هو بي ايه بيستقل. لسه ما زالت بتزيد. مش خلاص لما احنا نسجل الكلام هو بيقول لك ان عند المسافه دي المفروض لو انت مركب بلاك بادي ريسيف يسجل درجه حراره. انا بتبقى رقم عندك ان هو هنا بيسجل درجه حراره من غير ما اقول له المسافه. لا المفروض يكون بيديله درجه حراره غير المسافه. دلوقتي حطه على مسافه هو السنسور دلوقتي بعد الحاجات اللي بعملها دي والله ما الارقام اللي احنا مش قادرين نكتشف ايه علاقه ال بال هي عارفين ان العلاقه عكسيه لكن ايه المعادله بتاعتها اللي تربطها بالحته دي مش عارف. طب سؤال ما خدناش في الجزء بتاع بعد اللي بنعمله ده كله هناخد النواتج من هنا نكتشف في علماء اكتشفت ولا لا في ايه في علماء اكتشفت موضوع ال ده اكتشف في الجزء ده انا بصمت طب بص لي بس جامده دور بقى على الموضوع اللي احنا بنقول عليه وبص تقول لي هو فين هو ايه بقى بلاك 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 مسافه 75 ميل معلش بس هو ظاهر وامام يعني معلش عايزين نشوف نسبه الريسيفتي اللي بيسجلها الريسيفر لو هو بلاك والسطح بتاع الهيتر بلاك ولو هو بولش والسطح بتاع الهيتر بلاك ولو السطح بتاع الهيتر هو اللي بولج وده بلاك او لو الاثنين بولج بتاعه بتتغير لسه مغيرها والله لسه شايل دي كانت اللي موجوده بولج شلتها وحطيت واحده ثانيه سطحها اسود ده سؤال دي بولج وبلاك ها دي بولج بلاك تمام الثالثه بقى بيقول لك ايه بتاعه دي بلاك بلاك ايوه بص بلاك الاثنين بص ايه ده سبتت حد ملاحظها اتغير ولا لا اري عندك كام المفروض ايه لو عندك 140 المفروض لو وصلت 47 توصل 47 طبعا هي ار 134 فمش قادر تزيد اهو بس لسه شغال 42 ممكن نسجل دي كده مرضيه عند درجه حراره هيتر 134 ونص كان الاي بتاع الريسيفر 42 1 من 10 في حاله بلاك بلاك كانت الاي بكام؟ ما لو وصلت 140 هو قال لك لو وصلت 140 ده توصل 47 الاي بكام؟ على المسافه دي طب وليه؟ نكتب المسافه يعني المسافه دي كانت بتغير كل درجه الحراره دي في جزء عند او في جزء الهواء بيختصر 135.5 كونفكشن 135.2 المسافه 75 لا دي مجرد بس بتسجل قرايات لاحظوا حلو اللي قلتله في العمل لايك وسبسكرايب و42 بس شويه يا جت 37 وشويه عماله لسه بتنزل ل 36 ازاي عند درجه حراره كام 130 خلاص كده 125.5 ايه اللي مخلي درجة حرارة الريسيفر اللي تقل؟ ان الديفيرسال بالرغم ان درجة حرارته وصلت 130 لان الريسيفر هو بلاك بس ده ايه؟ بولج بلاك ولا حاجة ايه الاسئلة دي؟ الاسئلة من الباي المان المفروض ده كده الاسئلة من الباي المان انا عايز اكون هاني اهو الجهاز اهي انا عايز اكون يا ابني خليها راجل يا ابني يلا